بسم الله نقول ستوب. عبد الله شليهيب يا مرحبا، حياك الله يا حبيبي عبد الله. اليوم مشعلل عبد الله. اي والله الله يوفقك، تستاهل كل خير. مبسوط، تستاهل يا حبيبي. تعال يا عبد الله، اليوم متسابه بكره زميل. اليوم ترى اللي بالدولاب ترى القيم مختلفه عن الاسابيع الماضيه. مختلفه فوق تحت ما ادري نسمي. بسم الله توكل على الله. طيب عبد الله، قبل لا اخذ الدولاب، بما انك سفير الوقف، نبي نسمع منك رساله للجمهور وللمشاهد، وبعدها نتوكل على الله وننطلق في جو المسابقه. احنا بقيه المسابقين. اول شيء الحمد لله اني صرت سفير بعد طالت مده. رساله الجماهير، ان شاء الله الجماهير عارف الوقف ما تقصر، قفلت الحمد لله 25%، 5 ملايين ما بقى شيء، مقبلين على ايام خير، الأجر فيها مضاعف. يا سلام. ب 300 ريال تكفل لك يتيم حتى قيام الساعة، وتكون برفقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. اسعوا وبادروا وجزاكم الله ألف خير. شكرا يا حبيبي عبد الله. 300 ريال تكفل فيها يتيم مدى الحياة، وحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وإحنا مثل ما ذكر عبد الله مقبلين على أيام فضيلة، فالواحد يبذل اللي عنده. 300 ريال لو أنا طالع أنا وواحد من أخوياي الكفي طارت وانتهت، ولكن تدفعها في شيء إن شاء الله تحصله يوم القيامة. عبد الله محمد سم، ايش تقول؟ أقول لو أطلع أنا وأنت في كوفي وأنت قهوة، دفعناها ونسيناها. إي بالله، لكن ادفعها في عمل خير إن شاء الله تحصله يوم القيامة إن شاء الله بإذن الله. نتوكل على الله. عبد الله بسم الله. يلا بسم الله، وأعطونا الدولاب وخلونا نشوف عبد الله وش حظها اليوم. يلا خصم 1000. خصم 1000 عليك؟ لا لا، على من؟ أخذ 1000. أوكي، اللي تعطيه غيرك يعني. إحصاء. طيب يلا بسم الله، أعطونا الدولاب ونشوف الدولاب وش يقول. يلا يا عبد الله، يا ترى وش اللي يبي يطلع لك؟ تحويل للجمهور. واركم يا مغاوير. الهاشتاج يا جمهور، هاشتاج سكريبت 42 وحركة سعد القحطاني المعتادة. إذا أنتم جاهزين حطوا رقم 1، وإذا ما أنتم جاهزين حطوا رقم 2، بس أكيد أنكم جاهزين دايم. سم، من يتكلم؟ يا حبيبي يا سلطان. طيب السؤال موجه لكم يا جمهور، وإحنا ناخذ أول إجابة. إذا جاوبتوا عليها إجابة صحيحة راح ياخذ عبد الله 100 نقطة. السؤال: من أول من زار بيت الله الحرام عن طريق البحر؟ الخيارات: نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، إدريس عليه السلام. اكتبوا الإجابة وحطوها في هاشتاج سكريبت 42. تتوقع يجاوبون ولا يا عبد الله؟ عفو عليك. ها؟ عفو عليك على طول. ما أدري، ترى معهم 20 ثانية، يمكن يلحقون يمكن ما يلحقون. إن راحت عليك الفرصة فالله يعوض خير. كيف رصيدك عبد الله؟ رصيدي بالبرنامج بشكل عام الحمد لله كويس. متأكد؟ فسقان فسقان فسقان. طيب نشوف الجمهور وش بيسوي لك الحين. 5 ثواني، 4 3، وصلت الإجابة. الإجابة إيش هي؟ خطأ. اللي وصلت أول إجابة نوح عن طريق هاشتاج سكريبت 42. الإجابة نوح. اللي وصلت نوح عليه السلام. إيه صحيحة. صحيحة متأكد؟ إيه متأكد أكيد. إيش تقول يا شباب؟ صحيحة؟ صحيح. أنا ألف مبروك يا حبيبي عبد الله، تستاهل. عبد الله أخذت 100 نقطة مباشرة قيمة السؤال، ونفتح صندوق او الدولاب الخاص بالقيم ونشوف حظك يا عبد الله. يلا. حظك مبدئيا حلو والجمهور وقف معك. يلا اعطونا الدولاب نشوف وش النتيجه اللي بتطلع لعبد الله. هي هنا الحين قاعد تشوفه. يلا نشوف موجب. عبد الله عبد الله، يا ترى وش القيمه وش القيمه وش القيمه وش القيمه؟ موجب ولا سالب؟ موجب. موجب 400، وتستاهل يا حبيبي عبد الله 500 نقطة. مبروك، تستاهل يا حبيبي. بيض الله وجهك. طيب أعطونا القرعة ونشوف المتسابق اللي بعده من هو.